بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Adding Variable References. بجد والله يا جماعة، حاجة من ضمن الحاجات الجميلة جدا في البرنامج ده الـ Variable References ديت، اللي هي References ديت. الميزة اللي فيها ان هي بتخليك تعمل سنس اوف انتر اكتيفيتي مع الفيزيتور بتاعك من غير حتى ما انت تكتب كود خالص. ازاي؟ خلينا طيب ندرج الكنترول بتاعها، ندرج طبعا تكست بوكس عشان نبتدي نعرف ندرجها. نروح على قائمة انسيرت، نضغط على ريفرنس، ومن ريفرنس هيقول لي اه انت ممكن تبتدي تضيف لي ريفرنس معين باسم معين. ولنفرض انا كان عندي واحد على سبيل التشجيب، يعني ده لو انا ضغطت عليه ده كان اسمه عبارة عن نيم. يعني انا ممكن، القصة ببساطة يا جماعة، ممكن اضغط عليها او انا كده ممكن اعمل فاريبل ريفرنس ثاني. تمام، على سبيل المثال خليني انا اضغط كده اوكي، هيقول لي ده فاريبل واحد اللي هو ايه يا جماعه، كانت قيمته مين؟ قيمه فاريبل واحد ده كان قيمته عباره عن مين؟ كان عباره عن قيمته الكلمه اللي مكتوب فيها تيست. تمام، لو انا ضغطت اوكي وجيت يا جماعه هو ادرجه لي بالاسم ده، او جيت انا بقى عملت مثلا ريفيو للسين ده الاقي القيمه بتاعته اللي كانت عباره عن ايه؟ عن كلمه تيست. إيه طبعا الناس ما فهمتنيش انا عايز اقول ايه، بس ببساطه شديده جدا ديت امر بجد قمه وروعه في الجمال، لانه هو عباره عن مخزن اور فاريبل بيتغير بتحط فيه قيمه على حسب ما انت عايز. يعني ايه؟ يعني اديك مثال بسيط، انت ممكن تحط شاشه افتتاحيه للبرنامج بتاعك وتخلي اليوزر يبتدي يعمل داتا انتري لاسمه، مثلا من فضلك ادخل اسمك، يدخل اسمه ولنفرض مثلا عبد الله اور نهى اور ريهام، وانت تحمله على فاريبل ريفرنس، وكل ما تيجي تحتاج تنادي عليه تبتدي تدرج الفاريبل باسمه، والاسم اللي هو مدخله على اختلاف اليوزر اللي بيستخدمه هو اللي هيبتدي يتشال معاك في كل انحاء البرمجيه. فده اللي هيهدي لك السنس بتاع الفاميليار، انت تبقى اهو اليوزر فريندلي ما بين البرمجيه وما بين المستخدم، يحس انها بتناديه كده ما بين كل فتره والتانيه. وده امر بجد يعتبر من ضمن النقط الجميله جدا فيما يخص جانب التصميم التعليمي. طبعا التطبيق بتاعها في داتا انتري هيجي ان شاء الله باذن الله في دروس جايه، بس لازم نكون عارفين التريجرز قبل ما نبرمج الداتا انتري. طبعا مش نقدر نمثل بالقصة ديت من غير ما هنكون عارفين التريجرز. لينا نلقاء ان شاء الله باذن الله مع الريفرنس ديت مره تاني عن قريب ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.